ازاي يا فندم ازاي نأسس أسرة بعلاقات قائمة على الاحترام؟ ده هي الأسرة أساساً بتبنى بقاعدة تمثل أساس كل الاحترام وكل التقدير، وهي المودة والرحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسرة في إطار عمليات الزواج، وبني الزواج على المودة والرحمة. المودة إن كل واحد يحاول يتودد للطرف الآخر بأفضل ما فيه عشان يكسب وده وحبه. الرحمة إن هو يعذره وإن هو يتغاضى عن بعض تصرفاته في بعض الأحيان بنوع من أنواع الاحتواء ونوع من أنواع التسامح ونوع من أنواع الرضا. هو ده المفهوم الأساسي اللي بيبنى عليه الزواج وفقا للقاعدة الدينية والقاعدة الاجتماعية والقاعدة الأخلاقية دايما بين الأزواج. في الحقيقة إحنا حافظنا على هذا المفهوم خلصت 90% من مشاكل الأسرة، لكن عندما تتحول الأسرة لعلاقة مادية وتوتر وصراع ما بين طرفين، كل واحد عايز ينتصر على حساب الآخر، كل واحد عايز ياخد مساحة أكبر من الآخر، على طول بتتوتر العلاقات ويفتقر الزواج للمودة والرحمة، وتتحول الحالة إلى الصراع وعدم قبول الآخر وعدم احتواء الآخر. لأنه في الحقيقة في الزواج، عقد الزواج ده عبارة عن ميثاق غليظ ما بين اتنين، كل واحد فيهم بيوهب حياته للآخر في سبيل سعادة الطرفين. فمفترض إن هما الاتنين بيدوبوا في كيان اسمه إحنا. رجل عليه حماية المرأة والحفاظ عليها واحتوائها وإسعادها بكل الطرق، والمرأة عليها إسعاد الرجل وتوفير البيئة الصحية الودية السليمة لاستمرار العلاقة الأسرية. الأساس الود والرحمة. تبادلية. نعم؟ الأساس الود والرحمة. المودة طبعا ده ربنا اللي قال، مش احنا اللي بنقول. في الحقيقة احنا لو حللنا كده أي علاقة زوجية مستمر فيها منطق المودة والرحمة، هنلاقي السعادة وهنلاقي الرضا وهنلاقي القبول وهنلاقي التغلب على المشكلات. شيء طبيعي إن حياتنا فيها مشكلات، شيء طبيعي إن كل واحد فينا ناقصه حاجة، الكمال لله وحده. فلازم نتغاضى عن الأمور دي، ولازم ندعم الآخر، ولازم نقوي أنفسنا تجاه ما ينقصنا بأي حال من الأحوال.